العيد أحلى في مراكز الشباب، دي المبادرة اللي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، وهنتعرف على تفاصيل أكتر ليها من خلال الأستاذ محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة. صباح الخير يا أستاذ محمد، وكل سنة وحضرتك طيب. صباح النور أستاذ عبد السلام، صباح النور جمانة، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة المشاهدين بخير إن شاء الله. وحضرتك بصحة وسلامة يا فندم. طيب، حابين نعرف السادة المشاهدين على هذه المبادرة، لو تقول لنا تفاصيلها يا فندم. حقيقة مبادرة مجتمعية غاية الأهمية أستاذ جمانة، بتنفذها الوزارة للعام الثاني على التوالي، بدأت من العام الماضي واستمرت على فترة الأعياد كلها، فترة عيد الفطر وعيد الأضحى من العام الماضي وهذا العام. بتبدأ المبادرة بفتح مراكز الشباب بالتنسيق مع وزارة الأوقاف زي ما أشير في التقرير اللي تم من شوية. والحقيقة الأرقام، يعني السنة اللي فاتت كان الأرقام الحمد لله كبيرة جدا، وصلنا لحوالي 7 مليون تقريبا، حدود 7 مليون مواطن من الأسر المصرية شاركوا في صلاة العيد في الساحات والصلاة والأماكن المحددة اللي حددتها وزارة الشباب والرياضة في 1200 تقريبا، يعني 1247 مركز شباب على مستوى الجمهورية كساحات لأداء صلاة العيد. نعم. وبيتم بعدها في اليوم الأول للعيد بيتم بعض الاحتفالات الخاصة بالأطفال والأسر المصرية عقب انتهاء صلاة العيد مباشرة. نعم. دي كانت المرحلة الأولى، دايما مبادرة العيد أحلى. المرحلة الثانية الحقيقة بتتم بقى على مدار أيام العيد كلها، فترة أجازة العيد الأضحى، وبيشارك فيها كل أولادنا والأسر المصرية كلها وأولياء الأمور والأب والأم وكل أفراد الأسرة في مجموعة من الاحتفاليات والفعاليات الثقافية والرياضية وخاصة والكرنفالات الخاصة بالأعياد. احنا بنبقى حريصين كمان ان مراكز الشباب نفسها تتزين بمبادرة العيد أحلى، من خلال سواء من خلال الملاعب أو الصلاة أو الأماكن المخصصة. نعم، أستاذ محمد، يمكن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو خلق مجتمع متكامل. عاوز أعرف من حضرتك إيه أبرز الشروط اللي بيستوجب توافرها في المستفيدين من هذه المبادرة تحديدا؟ الحقيقه عايز اقول لك هي لها شروط نهائيه لدخول مراكز الشباب، بيكون الدخول مجانا تماما، فتح جميع ابواب مراكز الشباب، ممارسه كامله للانشطه. بنحاول كمان في الفتره دي ان احنا نعمل مجموعه من المنافسات الغير رسميه طبعا داخل مراكز الشباب، سواء في العاب البلياردو، في تنس الطاوله، في كره القدم، في الطايره، فتح جميع الالعاب الخاصه بمراكز الشباب واقامه المنافسات علشان تربط الاطفال نفسهم والنشء والشباب بمركز الشباب طول فتره صحيح اجازه عيد الاضحى. وفكره اللي هي نوع من انواع يعني التحفيز والتحبيب للشباب تحديدا في مراكز الشباب، وبالتاكيد العيد احلى في مراكز الشباب. بنشكر حضرتك الاستاذ محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزاره الشباب والرياضه على هذه المبادره الساميه.